اليوم السياسات تترجم من خلال لجان، لكن مستقبلا من خلال مكتب متخصص بيكون انشئ في اخر السنه هذه، وتحول الى اوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور واضح لكل وزارة، بمستهدف واضح لكل وزارة، بتنسيق ودور توزيع مهام لكل وزارات لتحقيق كل هدف مطلوب. فهذا العمل استغرق تقريبا 3 سنوات من 2016 لتطوير مركز الدولة حتى 2018 إلى ما بدينا ننطلق. فلو تلاحظ 2016-2018 كانت المنجزات يعني ضعيفة جدا مقارنة ب 2019 اللي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية يعني انطلاقة كانت 2019 ولا ينقلق من 2020. يعني احنا بنكون عندنا في شيب ريكفري ونقدر نشوفه في السنة هذه بإذن الله، إن شاء الله في السنة هذه. فهذه استغرقت جهد كبير جدا لإنشائها. فمثل ما ذكرت لك قطعنا 70% شوط من وضع مركز دولة بكفاءة عالية، باقي 30% أعتقد سوف ننتهي منها في السنة ونصف القادمة.